بتلاقي في زوجة نكدية، واحنا الحمد لله ما شاء الله في مصر يعني ما نتوساش، احنا رقم واحد في العالم، ده مش كلامي على فكرة، ده بإحصائيات بإحصائيات بس ما هي عشان بيزعلوا لما بقول الكلام ده. وبعدين احنا عندنا براعة دكتوراه في النكد، لما بنبقى عايزين حاجة ما زمانين بتقول ان انا الزوجة الاولى احساسها مختلف، لان الزوجة بتحب انها حب التملك، هي عايزة تتملك الراجل ده. خلاص ده بتاعي انا بقى، اهمل فيه، شكلي يبقى وحش، مش مهم ان انا اروح انام جنب الولاد. وتقول اصل انا الولاد ابقالي، تسمع كلام اهلها وتسيب لي البيت وتغضب كل شوية. الموضوع اصبح مسألة مادة اكتر منه مودة ورحمة.